السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة في فيديو جديد هنتكلم عن سمك السقف. شوف يا هندسة، سمك السقف اذا كان اقل من 16 سنتي حضرتك بتعمله شبكة حديد واحدة. لو سمك السقف عدى 16 سنتي حضرتك بتعمل شبكتين حديد. ليه يا باشمهندس؟ اولا عندك المين ستيل هو السفلي في التسليح. طب ليه عملت الشبكة العلوية؟ علشان الانكماش يا باشمهندس، علشان الشرينكج. لو سمك السقف عندك عدى 16 سنتي فخوفا من الشرينكج، طبعا الشرينكج بيؤدي الى حدوث شروخ، في شروخ بتحصل نتيجة الانكماش والكلام ده، فحضرتك بتعمل شبكة حديد علوية. طيب يعني احنا لو سألنا نفسنا في سؤال بيقولك، ولا نخليه الفيديو الجاي. المهم ان المعلومة اللي في الفيديو ده بتقول ان سمك السقف لو عدى 16 سنتي تستخدم شبكتين حديد. بكده نكون خلصنا الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. لو حضرتك بتستفاد من القناة او من المحتوى ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس وشير الفيديوهات علشان توصل لكل الناس. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.